السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إخواتي وأصحابي وحبايبي، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. رجعت لكم بحلقة جديدة من حلقات الآن عرفت الله. النهاردة إن شاء الله بإذن الله هنجاوب على سؤال جميل جدا جدا طرحه واحد ملحد. السؤال دوت بيقول إيه؟ إذا كان ربنا سبحانه وتعالى من الأول، من قبل ما يخلق الإنسان، عارف إن في ناس هتخش النار، طب هو ليه خلق؟ هو كده بيستمتع بعذابنا يعني؟ فالرد بتاع السؤال دوت هيكون من القرآن، وكمان هنستخدم فيه العقل والمنطق. ربنا سبحانه وتعالى لما خلق الملائكة خلقهم من غير إرادة، ما بيعصوش ربنا، بينفذوا أوامر وبس، ووضع لهم حد معين في الجنة وفي الملكوت الأعلى. لما جه يخلق مخلوق جديد اداله حرية الإرادة الكاملة، ومن ضمنهم كان الإنس والجن، كمان ليهم حرية الإرادة الكاملة، يعبدوا ربنا أو ما يعبدوهوش. فربنا سبحانه وتعالى لما خلقك كإنسان خيرك في الإرادة الأول، هل أنت عايز تبقى زي الملائكة دي ولا عايز يبقى ليك إرادة حرة؟ الملائكة دي مثلا يعني مجموعهم 60% هم بس كلهم ناجحين، انت اللي حبيت تخوض الاختبار وانت اللي قررت بنفسك، ده انت اللي قررت بنفسك تخوض التجربة، املا في انك هتجيب مجموع اكبر من الملائكة وبالتالي هتشهد درجة اعلى في الجنة. وربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. صدق الله العظيم. ربنا سبحانه وتعالى خلقنا وشهدنا له بالربوبية قبل ما ننزل للأرض، وربنا سبحانه وتعالى قال في سورة الأعراف الآية 172: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم وذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. صدق الله العظيم. ربنا سبحانه وتعالى لما خلق آدم خرج من ظهره نسل آدم كله، نسله كله لغاية أيام الساعة، وأشهدهم أنا ربكم، أنا إلهكم. فكلنا شهدنا له، كل البشر شهد ربنا بالربوبية، وهي دي الفطرة اللي بيتفطر عليها أي إنسان على وجه الأرض، بيتولد وبينزل من رحم أمه، وده هوضحه لكم بالتفصيل بعد شوية. فكلنا شهدنا ربنا بالألوهية والربوبية، وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى مسح الذاكرة دي خالص، والواقعة دي مسحها من الذاكرة البشرية. وهتقول لي هنا هو ليه مسحها بالذاكرة البشرية وما ذكرنيش بيها؟ اقول لك عشان تخوض الاختبار. لو ضربنا مثلا دلوقتي، هدي لك مثل هيوصل لك المعلومة بشكل كبير. لو انا قلت لك انت هتخش الامتحان ومعاك واحد تاني صاحبك هيخش الامتحان، انتوا الاثنين واحد فيكم هديله ورقه الاجابه بتاعه الاسئله بتاعه الامتحان وهو داخل وانت لا، هتحس بايه؟ تحس بالظلم. ليه؟ لان الاختبار فقد القيمه بتاعته، فقد المعنى بتاعته. ايه قيمه انك تخوض الاختبار وانت معاك ورقه الاجابه؟ يبقى ساعتها ده مش اختبار. فلو ربنا رد علينا الذاكره ديت واحنا لسه مولودين من بطون امهاتنا، هنشهد له، وعمرنا ما هيبقى في مننا ظالم ولا عاصي ولا كافر ولا مشرك ولا 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 ولا، وبالتالي الاختبار مش هيبقى ليه معنى. لكن ربنا سبحانه وتعالى ادالك الاختبار وحريه الاختيار كامله مكمله، لانه خلق قبل كده كان بدون اراده ودرجته معروفة، واحنا بس اللي افترينا وافتكرنا نفسنا طماعين وطمعنا في الفردوس الأعلى.
ولما طلعنا في الفردوس الاعلى كان في شروط معينه واحنا وافقنا عليها، وهي ان احنا نخوض الاختبار. ولما خوضنا الاختبار ربنا سبحانه وتعالى بعد ما تخلص الاختبار ده هيردك ويرجعك تاني للحياه عشان يبدأ يحاسبك ويصحح لك الدرجات بتاعتك، ويشوف انت درجتك هتوديك كلية ايه، ولا اني درجة في درجات الجنة. كمان الجن ربنا سبحانه وتعالى ذكر في القرآن عن الشيطان، قال لك فسجدوا الا ابليس كان من الجن ففسق عن امر ربه. وهنا الآية دي معبرة جدا وبتقول لك إن إبليس كان من الجن وكان في الملكوت الأعلى وكان مع الملائكة المقربين، فلما فسق بإرادته هو بدماغه هو بحريته هو اللي اختار إنه يعصى ربنا. وده دليل يأكد على إن برضو الجن ليهم نفس صفات البشر من حيث الإرادة وحرية الإرادة وحرية الاعتقاد. برضو البشر عندهم حرية الاختيار، وإحنا الاتنين سواء الجن أو الإنس. طبعا بقدم الجن في بداية الكلام عن الإنس لأن ربنا سبحانه وتعالى ذكر كده الجن الأول وهكذا ذكر الإنس عشان تاريخ القدوم للأرض أو تاريخ الخلق إن هم مخلوقين قبلنا. فطبعا احنا اللي اخترنا نخوض الاختبار. معرفة ربنا سبحانه وتعالى شيء، لكن معرفته ما بتتدخلش في ارادتك الحرة. بمعنى ادق انا دلوقتي بسيبك تاخد حرية الاختيار زي ما انت عايز، انا ممكن ابقى عارف انت هتعمل ايه بعد كده، لكن لازم اديلك حرية الاختيار طالما انت اللي طلبت ده، لاني لو ما اديتلكش حرية الاختيار هبقى اله ظالم. ليه؟ لان لو دخلتك مثلا الدرجة الاولى او الدرجة التانية من الجنة وجيت قلت لك هو ده منزلتك وهو ده مكانك، هتقول لي لا يا ربي انت ما اديتنيش حرية الاختيار، انا كنت ممكن اروح للفردوس الاعلى، كنت ممكن اروح جنات عدن، كنت ممكن اروح جنة كذا، كنت ممكن اروح اعلى درجات الجنة، بس انت اللي ما اديتنيش الاختيار. وساعتها ربنا سبحانه وتعالى ادلك الاختيار اهو، فانت ملكش حاجة. ده الرد على السؤال. ويا رب تكون الفيديو عجبكم، متنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ادعموني يا جماعة بلايك، ولو سمحتوا اشتركوا في القناة عشان 96% من اللي بيشتركوا من اللي بيتفرجوا على الفيديوهات غير مشتركين في القناة. فلو عجبكم المحتوى يا ريت تشتركوا في القناة، ما عجبكوش خلاص. كان معكم ممدوح المهدي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.